تاني أعزائي المشاهدين ومستمرين معاكم ومتابعين فرحة المصريين النهاردة بمشروع افتتاح قناة السويس. معانا ومعاكم النهاردة أستاذ بسام عبد الحميد صحفي بجريدة الفجر بيان. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية بمناسبة افتتاح مشروع قناة السويس النهاردة اللي العالم كله بيشهده سواء دول عربية أو العالم بيقف جنبنا وبيشاركنا فرحتنا، عايز أعرف من حضرتك إيه شعورك بمناسبة افتتاح قناة السويس النهاردة؟ هو في البداية بالنسبة للمشروع ده اللي تم إعداد ليه من فترة زمنية يعني مش طويلة قوي، وتم إنجازه فترة قصيرة جدا، يعتبر من أهم من إحدى المشروعات اللي تم تنفيذها في فترة زمنية يعني ما تعتبرش يعني قصيرة جدا، ودي من أهم الإنجازات اللي تمت في الفترة الأخيرة على مر العصور. والله شعور يعني شعوري زي شعور أغلب المصريين ان دلوقتي مصر يعني بتبص لها العالم كله خلال الفتره دي، وخصوصا يوم ده 6/8 او 6 اغسطس تم افتتاح او تم عمل انجاز عظيم هو افتتاح قناه السويس الجديده. ده تم طبعا في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي باشراف اللواء مهاب بميش، ده هو يعني احد الكوادر واحد العناصر البارزه اللي كان ليها اسهام وكان ليها فضل كبير في عمل هذا الانجاز العظيم. طب زي ما حضرتك قلت ان النهارده الدول كلها بتقف معانا، ازاي ممكن ده يخلي مصر رائده بين العالم في العالم كله وليها بصمه وليها وضع؟ والله بالنسبه للمشروع ده يعتبر من احدى او من كبريات المشاريع والمشروعات الاستثماريه في محافظه في يعني في الشرق الاوسط اجمع. ده هيدخل استثمارات كتير زي يعني ده يعتبر استكمالا لما بداه يعني في العهد السابق يعني قبل كده افتتاح قناه السويس القديمه، وده تكمله للمشروعات والانجازات بتاع يعني ده برضه ده يعني تكمله لمشروعات مصر في الفتره السابقه. احنا برضه المشروعات او الانجازات بتاعتنا احنا مش قليله من اول القدماء المصريين مرورا بجميع المراحل الزمنيه والعصور الزمنيه حتى يومنا هذا، احنا برضه اصحاب انجازات، يعني الانجازات دي مش جديده علينا. ولكن في حاجه يعني احنا لابد احنا نخلي بالنا منها، ان الاحتفال بالقناه ده القناه دي يختلف تماما عن احتفالنا بالقناه القديمه. القديمه تمت في وقت احنا يعني اجدادنا كانوا فيه يعني في عصر استبداد وعصر ظلم، ولكن يعني جميع العمال في الفتره دي يعني اشتغلوا يعني برضا وهم شغالين باصرار وعزيمه عايزين يعملوا وعايزين يهاضوا بمصر في الفتره. برضه احنا بعد 25 يناير من فتره زمنيه بعدها احنا دخلنا فتره يعني الحاله الاقتصاديه تدهور. حضرتك قصدك يعني الاراده والعزيمه دي؟ الاراده والعزيمه بتاعت المصريين هي اللي وصلتنا للمرحله دي والانجاز العظيم ده. طب حضرتك شايف مصر ازاي بعد افتتاح قناة السويس سواء اقتصاديا او يعني مستوى الشباب وعلى مستوى الدولة؟ هو عموما في الفترة دي احنا يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي بص برضه للشباب ازاي يشتغلوا او يستثمر القوة البشرية او والايدي العاملة في افتتاح او في حفر قناة السويس. دي برضه وفرت فرص عمل كثيرة للشباب من جميع محافظات مصر من اقصى الصعيد يعني برضو على وجه الدلتا وكل المحافظات دي وفرت فرص. احنا برضو عايزين مشاريع تانية زي المشاريع دي استثماريه هنا في صعيد مصر. احنا مش عايزين على يعني خصوصا احنا بنتكلم في وجه صعيد ان احنا برضو في محافظه الصعيد هنا عايزين مشروع استثماري بدل مع شباب هنا وشباب الصعيد يتغرب بره، لا احنا عايزين مشروع خاص بنا يعني مشاريع استثماريه عظيمه في الخطه اللي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي والقرارات العظيمه بتاعتنا، عايزين برضه نظره الى الصعيد. بالنسبه يعني للوضع الحالي لمصر وبرضه شعوري ان مصر دي هتبقى ايه بعدين، ده هنحدده الفتره اللي جايه بناء على خطى متسقه ماشيه بها القيادات وماشيه بها القيادات السياسيه، دي اللي بشانها تضع مصر على مقدمه الدول الناميه. احنا برضه شايفين ان في برضه مشاريع استثماريه كثيره جايه خصوصا بعد يعني بعد في انجداء كبير حصل في الفتره الاخيره انه يتم استثمار المثلث الذهبي في محافظه قنا ومحافظه البحر الاحمر. دي هيتم فيها انشاء
مشاريع استثماريه كبيره برضه تحت اشراف وزاره التنميه المحليه بقياده اللواء عادل لبيب. عادل لبيب هو وزير التنميه المحليه. احنا برضه يعني نتمنى برضه مره ثانيه احنا عايزين الشباب. الشباب يعني نظره واهتمام للصعيد يعني برضه في حاله من الاستياء حصلت بعد تصريحات رئيس الوزراء بالنسبه ان مفيش وظائف حكوميه في الفتره الاخيره. لا يعني هو يعني انا شايف ان برضه ده يعني يعتبر يعني مش مبرر ان واحد كده. اي نعم في وظائف كتير في اذا كان في القطاع الخاص مش القطاع العام، ولكن بعد التصريح ده حصل يعني كنوع من السقط يعني بين الشباب، ان ازاي انا هبقى واخد مثلا ليسانس مثلا ترجمه او مثلا بكالوريوس هندسه او اي شهاده جامعيه، في الاخر اطلع مثلا اشتغل اي شغلانه. دلوقتي بعد التصريح ده احنا عايزين مبادرات فعاله من الحكومه انها تتبنى خطط استثماريه لتوظيف الشباب. احنا مش مهم الناس تشتغل في وظائف حكوميه، ولكن انت شوف لي مثلا مشروع استثماري زي مثلا قناه السويس ده هيعمل على توظيف شريحه كبيره من الشباب. يعني حضرتك عايز مشروعات استثماريه تكون في الصعيد كتير؟ اكيد بالفعل يعني الصعيد في مساحات كبيره في الصحراء، في يعني في ايدي عامله كبيره، في عزيمه من الشباب يعني على عكس المحافظات الثانيه. هو عايز يشتغل، عايز يبني نفسه. يعني مع العلم ان شباب الصعيد اغلبهم هم اللي اشتغلوا في قناه السويس الجديده، وهم اللي ساهموا في حفرها، وهم اللي ساهموا بشكل كبير برضه بالنسبه لشراء شهاده الاستثمار في مثلا الحملات الدعائيه، كل ده برضه طابع بشكل كبير للصعيد. احنا عايزين نظره الى الصعيد. نظره اكثر للصعيد تمام. بالنسبه للمشاريع الاستثماريه وبالنسبه لتوظيف الشباب. تمام. طيب بالنسبه للاعلام زي ما عارفين زي ما حضرتك عارف ان هو مرقب بلسان الامه. ازاي ممكن حضرتك شايف ان الاعلام النهارده او خلال اسبوع قدر ان هو يغطي افتتاح قناه السويس بشكل جيد؟ هو بالنسبه انا يعني انا ما اقدرش كاعلامي اقول احنا قدرنا نغطي، يعني حضرتك شايف وصل معلومات مهمه للشعب، ولكن بالنسبه للشعب في شعب يعني شريحه كبيره فرحانه باللي بيحصل وفرحانه بالتغطيه الاعلاميه الجميله في محافظه الاسماعيليه والدلتا عموما يعني لتغطيه فعاليات حفل افتتاح قناه السويس الجديده. احنا برضو يعني شايفين ان في الفتره الاخيره بالنسبه للاسبوع ده كان تم حملات دعائيه كبيره حفل الافتتاح وبالنسبه للرصد، يعني احنا كان برضه بالنسبه للمؤسسات بتاعتنا كانت مدينا خطه ان احنا نعمل على تخطيط جميع الفعاليات او جميع الاشياء اللي ليها علاقه بافتتاح قناه السويس، اذا كان في مثلا حفلات للقيادات التنفيذيه المسؤوليات الامنيه، في اذا كانت المحافظه نفسها عامله حفلات، في مثلا اذا كانت الاحزاب او القوى السياسيه او القيادات الشعبيه، علينا رصد جميع الاشياء دي خصوصا فرحه المواطنين في الشوارع. بصراحه احنا كان النهارده 6/8 كان يعتبر لشريحه كبيره من المواطنين وخصوصا في محافظه هنا يعتبر كعرس ديمقراطي. انا بصراحه حاسس ان كان ده النهارده عيد بالنسبه لجميع المواطنين هنا. كان من حوالي الساعه 7 الصبح الناس نزلت الشوارع بالاعلام وبالعربيات وفي يعني في حتى نقابات المعلمين، نقابات برضه المهنيه، نقابه المعلمين مثلا، نقابه كذا يعني كذا نقابات مهنيه، دول ساهموا في احتفالات قناه السويس، عملوا حفلات او عملوا مثلا فعاليات بالمسمار البلدي، في مثلا في قيادات شعبيه نزلت بالمسمار وبالتعطيل. بالنسبه ده كله بيعبر عن فرحه المصريين. ده يعتبر انجاز كبير في الفتره الاخيره. احنا يعني برضه في الفتره الاخيره كنا عايزين نوع من التلاحم ومن يعني من التعاون مع بعض. يعتبر السويس الى حد ما قللت الفجوه ما بين المواطنين وبعضهم البعض، خصوصا بعد الهجمات الارهابيه الكبيره اللي طالت في جميع انحاء البلاد. دي اثرت بشكل سلبي يعني على المواطنين، ولكن مشروع قناه السويس عمل على تقليل وتقليص تلك الفجوه، يعني يعتبر مشروع عمل على اعاده التلاحم ما بين المواطنين. طب حضرتك زي ما عارف ان القناه السويس الجديده هتروح في اتجاهين الشمال والجنوب، ازاي ده ممكن يضيف مميزات اكتر للقناه عن القناه القديمه؟ والله بالنسبه يعني ده احنا هنعيده برضه للناس اللي يعني
الاستشاريين يعني ويعني واللي هم مهتمين اكتر بالدراسات دي. يعني انا كصاحبي عليا رصد السلبيات والايجابيات، ولكن حاليا احنا في الفتره دي علينا لابد ان احنا نهتم اكتر بالايجابيات، لان بصراحه الوضع كل يعني في نوع من الكلل والملل، انه ايه كل شويه سلبيات، في مثلا حادثه هنا، في قتل هنا، في مصابين هنا. احنا لابد علينا نهتم في مقوله بيقول لك ما تبصش لنص الكوبايه ايه الفاضي، تمام؟ مشروع قناه السويس مشروع استثماري بشانه يضخ مثلا العائد كبير استثماري واقتصادي ومالي كبير، ولكن في مطالبات بانهم يخلوا العمله الرسميه لقناه السويس الجديده بالجنيه المصري. ده هيرفع مرتبه الجنيه المصري ما بين العملات الثانيه، بدل ما نشتغل بالدولار، بدل ما نشتغل باي عمله اجنبيه ثانيه، لا خلينا احنا هيرفع قيمه الجنيه المصري ما بين قيمه العملات الماليه. فدي برضه مطالبات احنا برضه بنطالب بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال انجازات اللي عملها، بحيث ان احنا برضه يعني نحتل مرتبه اكبر ما بين الدول، ويزيد الجنيه المصري ويزيد برضه ويزيد قيمه الجنيه المصري ما بين يعني دلوقتي احنا شايفين الدولار كل شويه ما بيرتفع، وبرضه قيمه الجنيه المصري ما زالت ثابته، احنا مش هنقول بتقل، خلينا ما زالت ثابته. احنا ليه مثلا طالما بإذن احنا نقدر نقدم حاجه ثانيه؟ لا، احنا خلينا نرفع من قيمه الجنيه المصري بان احنا نخلي العائد ده بالنسبه للعوائد او مثلا العمله بتاعه قناه السويس الجديده هو عمله الجنيه المصري. طب ايه رساله حضرتك للشعب المصري او الشباب؟ والله احنا ازاي ممكن نقدر نساهم في تطوير البلد؟ احنا يعني بعد افتتاح قناه السويس بعد افتتاح قناه السويس احنا عايزين يعني اولا من بنطالب من القيادات الحكوميه او مثلا الحكومه انها تعمل على ضغط المزيد من المشاريع الاستثماريه، اللي دي هتشغل فيها شباب، تعمل على القضاء على البطاله اللي هي اساسا سبب في اغلب الاشياء، اذا كان مثلا السرقه، اذا كان مثلا قطع الطريق، اذا كان مثلا تحرش، جميع يعني الشاب طالما شغال اكيد في حاجه هتلهيه عن الحاجات الثانيه، بدل ما اتجه اتجاه سيء، لا انا استغل طاقته دي في عمل يفيدني ويعيد عليا ويعيد عليا انا بنفع. ليه مثلا طالما ما استغلش الحاجه دي؟ برضه للشباب احنا او مثلا للمواطنين احنا عايزين نوع اكثر من الطمانينه البحر. انا شايف ان كل واحد بيخول الثاني. ده بيقول لا، انت طالما في اتجاه سلبي او مثلا انا اتجاه مغاير للثاني، يعني اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه. ليه احنا ما تبناش يعني حريه التعبير عن الراي؟ دي حاجه احنا ممكن يعني صاحب يخسر صاحبه عشان خاطر مشكله بسيطه وانا مختلف معاك في الراي. ليه احنا مثلا ما تبناش المبدا ده ونخلينا سيبك من اذا كان انا تابع مؤيد لكذا وهو معارض؟ افهم كده حضرتك ان الوعي قليل شويه. في توعيه احنا في نقص. نزيد الوعي. احنا برضه بنقول ان في وسائل الاعلام او مثلا البرامج الحواريه على اغلب او مثلا اغلب الشاشات التلفزيون اتجهت انهم بيعوزوا الناس، ولكن انهم بيجيبوا مثلا واحد معارض واحد مؤيد وبيجوا يبينوا السلبيات. احنا ليه مثلا ما نجيبش الاثنين ونعمل على تقارب وجهات النظر؟ فدي بدل ما انا كمتلقي مستمع او مشاهد مثلا قدامي بيحصل مشكله، لا ده انت تابع كذا وانت تابع كذا، ليه انا ما اخليش نفسي انا على الحياد؟ انا بحس اني اقرب وجهات النظر، فلذلك مش هطلع او مش هبين الخلاف اللي ظهر اللي جوه. فاحنا خلينا دلوقتي برضه نتبنى برضه مقوله اختلاف الراي لا يفسد الود قضيه، ونعمل على توعيه المواطنين ان احنا دلوقتي في مرحله بناء، في مرحله استثمار، في مرحله اعاده هيكله للدوله اللي في فتره زمنيه احنا نزلنا فيها جامد على المستوى المعروف به مصر اللي هي امه وقائده للدول العربيه. احنا قائدين يعني على مر العصور للدول والامه الاسلاميه والامه العربيه عموما يعني. ولكن احنا علينا في الفتره دي نعمل على اعاده هيكله او مثلا اعاده بناء، ونعمل في تعاون وفي تعاضد وفي تماسك مع بعض لمصلحه الوطن. المصالح الشخصيه بنقول احنا بنخليها على جنب بحيث ان احنا نوصل لمرحله اللي عايزينها. نحط ايدينا في بعض. ده مش لينا احنا. مصر ده مش لينا احنا، ولا مثلا يعتبر على مدى جيلين تانيين هم اللي هيشوفوا الانجازات بتاعتنا. احنا مش هنقول حاجه من دي،
ولا يعني ابائنا ولا مثلا الاسر بتاعتنا اللي هتقول لا ده هم بعدينا اجيال بعدينا هم اللي احنا بنعمل الاجيال اللي بعدينا. يعني احنا برضه صغيرين في السن ولكن احنا برضه عايزين نبني بعد الاستثمار والبناء ونحط مصر في المقدمه ده عشان خاطر احنا المرتبه بتاعتنا مش عايزين نرجع كمان مش عايزين نظهر مره اخرى. علينا بالتعاون وعلينا بالتماسك مره اخرى وعدم يعني وعدم تبني مصطلح التخوين. التخوين ده بيأثر كتير على عمليه البناء ان اخون ده وان انا مش واثق في ده. لا خلينا احنا خلينا نزمد بعض وخلينا احنا نكمل بعض بحيث ان احنا نوصل لبر الامان مره ثانيه وخلينا احنا نوصل برضه للمقدمه مره ثانيه. استاذ بسام عبد الحميد الصحفي الجديد الفجر بقناة، شكرا لحضرتك اسعدتنا النهارده بلقائك. ربنا يخليك. شكرا. فاصل ونرجع لكم تاني.